ويلكم ويلكم يا هلا تحلى لما جيناكم قبل الساحة ما نحكي قصة نرسم بسمة ابسط فرمش اضحك يلا ابسط فرمش اضحك يلا يا داني دان يا دانا 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 خلك مبسوط متفائل أونلاين رغم الواقع اللي حاصل أونلاين دوشة قضايا مشاكل yeah. لكن قولوا بيعين الله لكن قولوا بيعين الله يا داني دان يا دانا 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 ايوه 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 ما حد من الهم خالي قريب ولا مبعد أكبر مصيبة واحد أكبر مصيبة واحد أكبر مصيبة 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 أهلا وسهلا بالجميع في حلقة اليوم حلقة جديدة من برنامج درس في الحياة وموضوعنا اليوم موضوع عن الطبقات أقصد الطبقات الاجتماعية وهي تتكون من طبقتين الطبقة الأولى ثرية والطبقة الثانية متوسطة طبقتنا الفقيرة أين جاءت؟ اختزق زي طبقة الأوزون بالضبط يبني الفقر أصبح عيب إيش؟ الفقر عيب؟ إلا عيب واللي يقول لك الفقر مش عيب هذا غلطة طيب كيف نتخلص من الفقر في بلادنا؟ نتخلص من الفقراء شكرا الفقير فقير العقل أما بالنسبة للمال أنت قادر تكسبه وأنا اليوم بعلمكم فوائد الفقر صراحة أنا أول مرة أعرف أنه الفقر فوائد فوائده كثير منك أنك تتعلم كيف تصلح الحاجات اللي تخرب من نفسك تعتمد على نفسك شخصيا منها ايش مثل الفيش مثل السخان مثل مثلا سيارتك عطل فيها شيء ممكن تصلحه انت تعتمد على نفسك الصدق انا بدأت اقتنع انه الفقر فوائد لا تصدقش المثل اللي يقول هي ارزاق مش على البكارة لا لا الموضوع هذا غلط المثل هذا اعتقد انا اعتقادي انه غلط ليش لانه اساس الرزق في مو في البكارة وأنا اليوم بحدثكم وأنصحكم وأدي لكم فوائد في هذا الموضوع بس إن شاء الله مش اليوم بحلقة ثانية يلا قوموا ارفعوا الحلقة كيف يرفعوا الحلقة يا مدير وجهاز البث عطلان الآن بتصل للشركة تجي تصلح النت وأنا مو يعملوا بي مش عاد أنا أكلمكم يعني من فوائد الفقر إن الإنسان يعتمد على نفسه هاتي لي دسمس يا عبير وأنا بقوم أصلحه من نفسي ومشتيش أحد يدخل لعندي طيب أجي ساعدك؟ لا يا حبيبي الإنترنت يساعد الكل يا عم الكل الله يستر الآن ده ماله ليش محتاج الخبز الخبازه ويجيب واحد صاحب شغله يشتغل توفير دي جلادة مش توفير يعني بالله عليك لو جاب واحد يشتغل ويستلم زاد ناقص ويدفع بس خذوا حل المشكلة ها بشير بشير يا مدير ولد ولا بنت لقافة جيب لي كلبتين سريع وبانا حناش وبانا تمساح جيب لي سلك ليش بتربط خط تاني بيشلوا عليك العداد بربطك لعرض الحمار هي هي جيب لي عطر يا
يلا هي باقي 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 باقي. جيبوا لي فازلين. الليلة اتهم لكم غلط لكم لعيسى علشان مش احمل مسامير. ها المسامير عادي. الان بروح. تعبتوا مرة. فقفقت على مسمار نفلت عرمه كله للقاع بس ما استرتوش ارجعه. اتصلوا للشركة. قد قلت لك من البداية. معقلة. كريستينا ممكن طلب؟ ما بش. ما فيش ايش؟ فلوس. وايش ده اللي قدامي؟ ورق سمبوسة؟ رودريجو روح شوف الزباين ايش يشتوا. مش وقت الفلوس ده الحين. كريستينا الله يحفظك، انا محتاج بس حتى 1000 ريال اروح اشارك باللي انا اصيب يمكن تصيب. الله يصيبك، كل مرة تشترك ولا جا نصيبك. لا دي المرة باقي وبفوز بالجائزة الكبرى. بختك مايل من حين وانت جاهل. دائما بتضيع فلوسك على البخت هذا ولا قد طلعت لك حتى الشبيبه الكبيره اللي فيه. ما الاصل انت مش فاهمه، هم كانوا يخبوا الارقام حق البالون الكبير اللي بالبخت. هو الان هي نفسه من اليانصي عيشلوا الجائزه الكبيره ويعدوا لك الجائزه اللي ما تسواش. مو اصلا ما فيش معي الا ان انا احاول. تمام، سير حاول مع احد غيري. وعد عظيم. أم الكل كيف حالك؟ الحمد لله ضخم أحسن منك. الحمد لله. ممكن طلب؟ تفضل بشر. بشرك الله بالخير. بس أستاذي أنا يعني لو في معك 1000 ما تحتاجه لو سلفنا ياته. ممكن تنقلع من قبالي ذا العي. طيب خير بس أنا أقول لك إن أنا بفوز باليانصيب بيوم من الأيام وكلكم برجعكم لعندي. ابني لا تصدق لك اليانصيب ولا شوية النصابي. اطلب الله وقدك سابر وجمع لك فلوس احسن لك. جمع نفسك يا رجال. قد عمري 38 سنة ولا قدرت اجمع فلس. عمرك كم؟ 38 سنة؟ ايوه. سبحان الله العظيم، هذا كان مقاس رجلي قبل 10 سنين. انا داري انك قاسي بس مش الى درجة انك تضحك على حاجتي. الله الرزاق وبستغني عنك وعن غيرك. يا احباب باركوا الحي بقلبي. رودي رودريجو ربح اليوم في اليانصيب وهذه الورقة اللي معي. أمانة صدق؟ أيوة والله صدق. ورقة هنا. جي لها هنا يا رودي وعدت دي لك 10,000. رب الكعبة ما يدي خطوة ولا يشيل ريال من مخلوق. أنا أدي لحبيب قلبي رودريجو هذا عم الكل أدي لك هذا الشيء. أنا كمان بنديله، أنا بنديله، أنا صاحبه. ها إيش معانا قد متجمعين؟ رودي رودريجو حبيب قلبي اليوم قد أغني. على فكرة كان طفران مفلس من فعله ده كله لازم يتحاكم فورا. كان عاد حاكمه اللي كان سبب في فقره. مالك يا عم العمدة، الأستاذ مستر رودريجو أصلا هو جابع من بيتهم، ثاني شيء واستلم الجائزة الكبيرة اليانصي. كم منه؟ أنا ما أعرف شقري، قري لي يا أليخاندرو. مبروك يا رودريجو مبروك، لقد ربحت يعني تذكرة سفر. بس ما لا سهل اليوم تذكرة سفر بكره مليون دولار. لا فين التذاكر؟ اكيد انها جزر المادلي. لا بلاد الواق ذهب وعوده. بلاد الواق هذه ذهب بدون عوده. ربي عينكم. على فكره قلنا ضبحان منه. انا بمشي باي. انا خلاص كمان مشتيش. خلاص يا عم رودريجو انا اقول لك شيل لك ذي الالف واقطع لك تذكره ثانيه حق يانصي وهدف علي فيها تنازل بس على طول. اوه طلعت نصاب يا ليل. مكتوب هنا
جايزة مليون دولار، تقول له تقرا تكبر؟ يا كارلوس مانيش تيجي يعرف انه لو عرف اني مليون دولار حتوقع فيك جلطة حيموت. انت شيل لك واحد ولا اثنين عصير انتهى الموضوع. نبدأ اليوم من جديد تمارين الصباح. 3 4 20 35 40 90 100. انتهت تمارين الصباح، تعبت. هلا هلا بالفجر هلا. وش قال المثل؟ من بكر ما ندم، ورزق أمتي في بكورها. صباح الخير يا أبو. يا صباح الرضا والنعيم، كيف حالك يا غضبان؟ وهني نوم، بس ودي اسالك ويش اللي صحاك الحين والعصافير عادها ما تزقزق؟ ما تزقزق، وده اللي تسمعه ويش هو غربان؟ ايه ومواصله من امس. اي والله انها غربان. ايه والمثل قال الرزق ما ياتي لجالس لا لدارس ولا منعمل في المغارس. وانت يا اخوي لا انت بدارس ولا بغارس، وتبي الرزق يجي لباب فمك؟ أقول الرزق ما هو على البكارة. يا صابر، وين الفطور؟ تبي فطور؟ ادلحلح وجيب مصاريف. وإيش قلتي؟ المصاريف على شيخ الخيمة. اي وبذل المناسبة الطيبة والجمعة المباركة ودي أعلن لكم إفلاسي. وإيش الجديد؟ ده وضعنا الحالي. وضعنا الحالي صار أسوأ، تقدر تقول إن الأوضاع حازقة. يا ليله، وش العمل؟ كل واحد يعتمد على نفسه، واللي يشتهي الرزق يبكر. ما هو الشايب يقوم الفجر والشباب نايم لين الظهر. رافقتني سلامه. وش يقصد الشايب كل واحد يعتمد على نفسه؟ يعني وش؟ يعني حساب امريكي. يعني كيف حساب امريكي؟ يعني ضاعنا من الاخر يا اخوي. كيف؟ على اساس ان احنا ملاقين انفسنا. خلاص، ما دام الامور حازقه يعني كل واحد يبيع ما عنده ويتصرف. وش اللي عندي عشان ابيعه يا اخوي؟ ما عندي الا ذا الخاتم، ولو اموت ما ابيعه لانه من امي. اقول بيعي عنزتش. ما اقدر على فراقها. ايه انا خلاص، انا عني عن نفسي ببيع بندقي ونتصرف لين يحلها الله، ولا نتسلف من طفيل. مين قال طفيل؟ قسم ما اخذ ريال من ذا الخسيس لو اكل تراب. اي على اساس عندي ما اسلفكم. كان اقلب وجهك وروح. بس اقول ما تقلقوا، ترى انا عندي صديق عنده ملايين ما تاكلها النيران، وعنده عقارات واراضي، وبستعد ياخذ خيمتكم ملايين. ده مجنون يدفع كل الملايين ذي في قطعه ارض وخيمه؟ بس ما اظن ان ابوي يوافق. اقول رزق وجال الفم، ما اعتقد ان ابوي يرده. والله ثم والله لو يعطيني وزن خيمتي وأرضي ذهب ما أبيعها. يا عمي أبي يقول لك إن هذه فرصة وما أبيك تضيعها. الرجال مستعد يدفع لغاية 100 مليون. 100 وإيش؟ مليون. مليون مليون يا طفيل. إيه هيدي أنت انجنيت يا طفيل. وإيش هذا الأسعار؟ أسعار جنونية. وعادها بترتفع أكثر، سعر العقارات نار. والله لا يمكن أبيع خيمتي وذكرياتي. انت تعرف يا ولدي غضبان، الخيمة فيها رايحة امك الله يرحمها، وانا ما ودي ابيعها لو على قطع راسي. يبه ما هو وقت الرمسسة. قلت ما ودي ابيع لين يتوفاني الله والحق بامكم، سووا ما تريدوا. يا شيخ عادك بصحتك، وانت عارف يبه انت شباب اكثر مني، يعني على كلامك هذا ما بنبيع الا بعد 30 ولا 45 سنة. قول ما شاء الله. ان شاء الله. وبعدين يا ولدي، حنا المثل يقول ما حد بيموت من، ما هو شي المثل، ما هو شي المثل، بس ما حد بيموت من الجوع، وبنضل هنا في خيمتنا وبايفرجها الله. رعاش الله يا عنزتي، ما ظنيت في يوم اني ابيعش. ايه بعنا كل شيء ممكن انه يبتاع، لكن ما تبقى معانا الا نبيع كليتنا. والله اعلم هي بتنفرج ولا لا. اقول والله انه صار الوقت اللي نبيع فيها الخيمه. الطفيل
فين قال طفيل؟ اسمع يا طفيل، قل لصاحبك يجهز قروشه ولا يتوخر. ها لا يتوخر لا يتوخر. شوف قالها ثلاث. يرزقكم الحج والناس راجعة. خلاص سعر العقارات صارت في الأرض وسعر الخيمة حقتكم قدها في التراب. معوضين يا أولادي، يقول المثل عز القبيل خيمته ولو تجرع وباها. أجل كيف بنطلع الوبا والفقر من خيمتنا؟ أقول ما حيروح بنا إلا الأمثال اللي يقولها الشيخ. قال لمثل يقول لمثل قال لمثل يقول لمثل قال لمثل يقول لمثل وقال وقال. أيوة ما حد من الهم خالي، قريب ولا مبعد، قريب ولا مبعد، الوقت حال بحالي وكلنا بوضع واحد، كلنا بوضع واحد، ما حد من الهم خالي، قريب ولا مبعد، قريب ولا مبعد، الوقت حال بحالي وكلنا بوضع واحد، كلنا بوضع واحد، وكلنا بوضع. واحد أكبر مصيبة واحد أكبر مصيبة مصيبة مصيبة.